كابتن هشام في لعيب عايز احط بس الضوء عليه شويه وهو لعيب يمكن مش واخد حقه بشكل كبير جدا في الكلام او التحليل، بس الراجل ده السنه اللي فاتت بيلعب على الشمال، السنه دي بيلعب في وسط الملعب، شويه يلعب على اليمين النهارده. عمر جابر عامل اداء رائع جدا بقاله فتره مع نادي بيراميدز، ودايما الاضواء مش مسلطه، هو اسم كبير طبعا بس ما حدش بيتكلم كتير على الشغل والادوار اللي بيعملها عمر جابر مع نادي بيراميدز بشكل كبير، لان لو في جماهير لفريق بيراميدز اعتقد عمر جابر كان ممكن يبقى في حته تانية او كذا لعيب تاني يعني. طبعا بس عمر جابر تحديدا عشان انت اتكلمت عليه، فعلا عمر جابر من اللعيبه الممتازين، اللعيبه اللي هو ما بيتكلمش بره جوه، ما بيتكلمش، العب هنا العب، العب هنا العب، ما عندوش اي مشكله خالص. صحيح. بيأدي في اي مكان. صح. يعني فعلا بيأدي في اي مكان، وسط الملعب بتلاقيه ديفندر كويس قوي، كان بيعوض شمال باك ليفت. صحيح. لا لعيب انا شايف ان هو في وجهه نظري انه ممكن يبقى ليه مرحله الفتره الجايه مع كابتن حسام بدري في منتخب مصر. طبعا. لان يقدر يلعب في اكتر من مكان. صحيح. وهو بص خلقيا كمان حاجات دي بتاثر يعني. مزبوط. فعلا بتفرق بشكل كبير لما يبقى عندك لعيب على المستوى الخلقي متميز، انت الحاجات دي بتفرحك كمدرب، بتفرحك ان هو ما بيعملش مشاكل. في لعيبه بتعمل مشاكل دايما، في لعيبه بتصدر مشاكل لفرقها ولجماهيرها. صحيح. فبالنسبه لي انا خلاص، انا كواحد في منتخب مصر حسام بدري شخصيته مختلفه عن اي مدرب يعني، فمش هيحب اللعيبه دي. يعني انت لو هنتكلم بس ان هو لعيب جامد جدا بس عنده مشاكل اخلاقيه مش هياخده. صح. والله لو مين مش هياخده، كابتن حسام بدري انا اتعاملت معاه وعارف. فعمر جابر لا يمتاز بالحاجات دي كلها، ويمتاز ان هو فعلا بيلعبك في اكتر من مركز. مظبوط. فانت اكيد هتبقى بتحب ده. ان انت عايز لعيب يلعبك في كذا مركز. صحيح. فعمر لا يستحق ان هو يكون موجود في منتخب مصر، ويستحق ان هو الاضواء تبقى مسلطه عليه شويه. بالتأكيد. فتره الجايه.